عيونهم غائرة وأجسادهم هزيلة مستسلمة، أرجلهم النحيلة تبرز من الحفاضات التي بدت كبيرة جداً عليهم. أطفال لا حول لهم ولا قوة، مستلقين داخل عيادة في رفح جنوب غزة، يصارعون من سوء التغذية والجفاف ويموتون ببطء أمام أعين ذويهم. الحمد لله رب العالمين، انتقلت ابنتي جميلتي ابنتي الناعمة إلى رحمة الله، نقص كالسيوم وبوتاسيوم، الحمد لله رب العالمين. ولعل قصة الطفل الغزي يزن الكفارنة الذي توفي بجسد أصبح كهيكل عظمي شاهدة على الجوع والحصار الذي يفتك بأهل قطاع غزة. Look at our children. Look at Yazan. Look what agony they are enduring. Dozen more children who died of malnutrition have been identified, and many more have died and are dying in darkness and destitution. This has to stop, for God's sakes, this has to stop. أطفال غزة بين ناري المرض والجوع بعد مرور ما يقرب من 5 أشهر على حرب غزة واستمرار المعارك في ظل الحصار الخانق. المنظمات الإنسانية تناشد لوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات لإنقاذ أرواح المدنيين قبل فوات الأوان.